ففي عنا للنفس في عنا إيش اسمه أله أو نسميها الألوهية، وفي عنا للجسد شو اسمه الغريزة. الألوهية عليكم السلام، الألوهية هي شيء موجود عند النفس تجعله يشتاق لله عز وجل، هي شوقنا لله. من هنا أجت كلمة الله. كلمة الله شو معناها؟ بقولوا إنه كلمة الله من الفعل ألوها، ألوها بمعنى اشتاق. يعني في اللغة منقول ألوها الفصال، أو منقول ألوها الفطيم إلى حليب أمه. يعني كيف الإنسان لما يكون رضيع ومتعلق في أمه ومتطفل عليها في 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 طعامه وشرابه، كيف علاقة هذا الرضيع بأمه؟ هذه علاقتنا مع الله عز وجل، علاقة ألوهية. نحن نشتاق لله عز وجل والوجود في كنف الله وحول الله. هذا شعور النفس الأساس. هذا الشعور بخلينا إيش؟ دائما نفر لله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى شو بده؟ بدنا نتعلق في الدنيا قليلا ونتوازن ما بين حبه وبين إيش؟ بقائنا في الدنيا. عشان هيك جعل في الجسد غريزة البقاء والاستمرار، وجعل في النفس غريزة أو مش غريزة، شعور أو إلهام الألوهية اللي هي حب الله عز وجل. وما بين وبين شو بنسوي؟ نتوازن في هذه الدنيا. وحتى أن الله سبحانه وتعالى جعل غريزة البقاء أقوى قليلا من إيش؟ من الألوهية اللي هي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. ليش؟ عشان ما نكون على يعني شفا حفرة إنه من أول تجربة شو نسوي؟ نفر فيها لله عز وجل. لا، انتمنا نجرب في هذه الدنيا، نحن نتعلق فيها حتى نقوم في المهمة تبعتنا في هذه